المعرض هو نتاج أعمال المرحلة الثالثة، مادة الجرافيك للكورس الأول. فحقيقة هم كانوا طلاب على مستوى عالي، قدرنا نطلع من أجلهم هذا الإنتاج باستخدام عملية الطباعة، واللي هي عبارة عن أن احنا نكون طالب وبالتالي الطالب يقدر ينسخه. واحنا طلابنا هم طلاب تربية فنية، وبالتالي لازم نعلمهم تقنيات تخص تعليم الطلاب، وهذه تكون تقنية سهلة للتعليم. يقولها أحد أساتذتنا أن الفن هو الوجود الموازي للوجود الطبيعي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود الطبيعي على إتقان وركز فيه الجميل والجليل، وأبدع الإنسان الوجود الموازي وهو الفن. فالفن هو العلامة واللغة الأولى التي استخدمها الإنسان، فالفن هو فطرة طبيعية موجودة في الإنسان، ودور كلية الفنون الجميلة هو إظهار هذا الإبداع وإظهار هذه الفنون القابعة في النفس البشرية. اليوم الثلاثاء المصادف 11/1/2022 معرض الجرافيك الدولي للتربية الفنية جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة. من استعملنا العمل من الأشعة باستخدام ألوان الأكريليك أو ألوان البوستر. الفصل الأول كان أبيض وأسود، أعمال أبيض وأسود. الفصل الثاني أعمال ملونة. اشتغلنا الأعمال بالألوان الأكريليك عن طريق الحفر على الأشعة. من خلال هاي الأشعة صرنا نطبع العمل على الورقة، ومثل ما جاي تشوفون الأعمال إنتاج مرحلة ثالثة صباحي ومسائي، وبدينا بها من بداية السنة وخلصناها. حاولنا قبل نصف سنة نسوي بها معرض، والحمد لله افتتحنا اليوم معرضنا. أقمنا اليوم معرض لإنتاجاتنا نحن الطلبة خلال هذا الكورس للجرافيك، واستخدمنا ألوان الأكريليك مثل ما تشوفون بهاي اللوحة من خلال الحفر على الأشعة وطبعها على الأوراق، وأتمنى أن ينال إعجابكم. هذا المعرض الثاني إن أعمالنا قدمناهن جرافيك بجهود ست شيماء ورئيس القسم دكتور زين العابدين. استخدمنا الأشعة واستخدمنا الأوراق الأكريليك البوستر والألوان المائية والزيتية والأكريليك. الوقت اللي استغرق بالمعرض، طبعا هذا المعرض من بداية السنة لحد هسه اليوم اللي قدمناه، يعني كل طالب وقدراته. أكو طالب قدم عمل واحد، أكو اثنين، أكو ثلاثة، حسب القدرة اللي عنده والإمكانية اللي عنده. اشتغلنا أعمال من بداية السنة، طبعا أعمال كانت جدا رائعة ومسلية بنفس الوقت بإشراف الأستاذ مهند. طبعا وكانوا مشكورين على توجهاتهم إني وهاي مثل ما جاي تشوف العمل بالنسبة إلي هو قالب منقوم برسمة وطبع على الورق. أنجزنا هواي أعمال، شخصيات فنية، شخصيات سياسية، شخصيات عالمية. إحنا اليوم المعرض كان معرض جرافيك، افتتحناه بإشراف الأستاذ مهند على المسائي وست شيماء على الصباحي. المعرض كان مشترك الصباحي والمسائي، وطبعا بإشراف رئيس القسم الدكتور زين العابدين. المعرض اللي اشتغلنا جرافيك، احنا عندنا قالب وعندنا سكيتش، نجي نطبع القالب ويا السكيتش ونطبع باللون البوستر. انتجنا هذه اللوحات خلال الكورس الاول، وكانت اعمال بوقت بنفس الوقت ممتعه ومسليه. باعتبار الفن الجرافيك فن يعتمد على الطباعه، لكن احنا دمجنا ما بين الطباعه واللوحات العالميه والاعتياديه. مثلا عندنا هاي اللوحه العملي، لوحه بيكاسو اللي هي اوروبيه، وقمنا بدمجها مع اللوحه شناشيل البصره. قمنا باستخدام فقط السوفت، الحبر السوفت والطباعه ورق التريس من لوحه الى لوحه.